لا هو زعلان اني بدي اتخرج ومبسوط اني انتقلت لمرحله جديده بالحياه، بحياتي الدراسيه انتقلت لمرحله جديده، بس انه زعلان انه تخرجت ببيت كرم، انه ورشات ما عاد احسن احضر مثل الاول، او اذا حضرت يعني مو بشكل مثل ما كان. يعني خطتي القادمه بعد بيت كرم هو انه احضر للجامعه، وحاليا عم بدرس سواء كان يوز او تومر، وحتى عم بركز على اللغه الانجليزيه بنفس الوقت. كان قبل فتره معينه كنت عم اقدم على عده منح وعده جامعات، وعم بحاول ادور على نفسي بمكان مناسب الي بالفرع المناسب والجامعه المناسبه. طبعا هاي خطتي للمدى القريب. خطتي للمدى البعيد انه اقدر احقق حلمي اللي هو كان منذ طفولتي، فينا نقول اللي هو يصير عالمه فلك، واقدر اقدم شيء للبشريه بشكل عام ولنفسي بشكل خاص.